سلامتك سلامتك يا بابا، يروح الشر عنك. الله يسلمك. قلت لك بلا من الدكتور يا بابا، لانه انا حاسس حالي انه خلص هذه الفاس الأخيرة يا بابا. لا يا بابا ما تحكيش هيك، الله يطول بعمرك يا رب، الله يطول بعمرك. هذا يا بابا الموت حق علينا. تفضل دكتور. السلام عليكم. فوت فوت، تعالوا تعالوا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلامتك يا عم. الله يسلمك الله يسعدك يا رب. تفضل دكتور. قتلوا حطوا الشنط على الله. دكتور إلى اللزوم جيت الدكتور. لا لا يا بابا، أنا حاسس، بعرف جالي علينا والله، أنا حاسس حالي إنه خلاص خلاص. أنا اسمع يا بابا، يا منجد. يا بابا أخي منجد. طلع يا بابا، أنا حاسس حالي يا بابا خلاص. اسمع لك يا بابا، الشر عنك يا بابا. هذا بصيك يا منجد. منجد معك أنت يا بابا، لك الفلل كلها يابا. هذا انت يابا الفلل لك يابا. خلص من حسته، والله من حسته، بس ارتاح شوي يابا، ارتاح خلص، ريح ريح حالك. الخطيه في رقبتي من حسته. الفلل لك يابا انت. حاضر يابا، بس ريح حالك يابا. سائر. حاضر يابا. المطاعم والكوفي شوبات من حسطك انت يابا. ماشي يابا ماشي يابا. تقلق عليك يابا انت وياه، عشان اخوك اشرف انا بعرف انه جاي في الطريق. اذا لحقني او ما لحقنيش بعيد الشر عنك. بتقول له يابا ان ابي وصى لك بياخد المشاغل والمنطقة الجنوبية تحت كلها كاملة بدي اغطيها. بحكي له انا حاسس حالي مش راح الحق يابا. يا عمي خلاص، طولوا بالكم طولوا بالك انت وياه. مالك دكتور؟ بحيل الله، الزلمة بيموت، الزلمة بين الحياة والموت. ضغطه عالي، قلبه ضعيف، بيودع قاعد. هلا وقت توزيع الورث، وهلا وقت توزيع الاملاك. يا حبيب حبيشكو يا زلمه، خلوا عندكم شويه رحمه. دخيل الله، هذا له الارض، وهذا بده المسكف شوب، وهذا بده مش عارف شو. يا زلمه مستعجلين؟ انا الي الفلل، وانا المطاعم الكوفي شوبات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي. مالك دكتور؟ مش عارف الحج، مش عارف الحج. زلمة عم بيشتغل بوزع غاز، بوزع غاز، ما عمروش جايب لك ولا شغلة غاز على الدار، قاعد بوزع علينا شغل. انا معطاني منطقة الفيلل، وهذا الكوفي شوبات والمطاعم، واشرف المنطقة الصناعية. وتابع بتقول لي وراث. مش معقول. سلام دكتور، مش معقول اعطيك كشفية يا دكتور. لا اله الا الله. يا الله يا الله يا بابا يا بابا. يلا يومي تسلم لنا يا ايه، تسلم. وزعوا الشغل. لمزيد من الفيديوهات زوروا موقعنا على الفيسبوك ليزر كليب للإنتاج الفني. الله يرحمه، فهمت غلط.